هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. ورجعنا لكم أحبائي من جديد ومكملين معكم ومع ضيوفنا الأعزاء الحلوين الرائعين مايا ولين. كيفكم؟ الحمد لله. شو أخباركم؟ الحمد لله. كيفك مايا؟ لا. وين كنت اليوم؟ طيارة. يوم كنت في الطيارة؟ اليوم؟ كنت في سكول ولا في الطيارة؟ سكول. شو أخذت في سكول اليوم؟ ولا إزي. بابا أنا بوديك على المدرسة عشان ما تاخديش ولا إشي. شو أخذتوا؟ ما أخذتوا ماما وبابا بيحبوني زي ما علمتيهم في الأغنية صح؟ ما أخذتوا؟ ما أخذتوا أي أبل؟ سكة؟ ما قربي المايكرين بس يا بابا. طيب هلأ طيب أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. تعلي صوتك شوي لين لما تحكي بابا. هنا أول شيء بدي أقول لك إنك حيرتيني وحيرت الجمهور. انت سنفوره ولا سنو وايت ولا سندريلا ولا باربي ولا شو القصه؟ شو الموضوع؟ القصه هي اني انا كلهم. يعني كيف يعني؟ يعني قرب المايك واعلي صوتك. يعني هي يعني خلص اركبهم. كيف يعني؟ كيف حلمتي وصرتي هيك ولا ايش؟ يعني انا انا فجاه كنت بحضر مدغشقر على الايباد. فجاه خفيت. صرت في عالم الأحلام. أوكي. صرت أنا وصرت سنو وايت وصرت باربي وصرت كل الأميرات سنفورة وكله. حلو يعني كله هذا بالأحلام. طيب مايا أنت شو صرتي؟ رابنزل. يا سلام. خلينا نشوف مين معنا على الاتصال. نقول ألو. السلام عليكم. ألو. طيب يبدو انفصل الخط. طيب لين شو بتحبي تحكي لجمهورك اللي بيتابعك بمناسبة العيد؟ كل عام وانتم بخير وعيد سعيد. ان شاء الله تكون انبسطتوا بالعيد. انبسطتي انت في العيد؟ وين رحتي؟ رحنا ايطاليا. شو عملتي؟ سبحنا هناك وبسطنا. حلوة الرحلة كانت؟ لين ماي شو عملتي انت في الرحلة؟ كنت في الطيارة؟ شرحت إجرك ليه؟ طيب كانت حلوة انبسطتي؟ بدك تروحي كمان مرة؟ طيب أوكي باخدكم. طيب لين شفنا لك كليب قمر قمر على شاشة قناة نوم في العيد. والكليب ما شاء الله لقى كتير نجاح كبير من أول أيامه. أنت شو رأيك فيه؟ كتير حلو، كتير عجبني. كل إشي فيه كان بصراحة رائع جداً. يعني وهيك أنت لسه متقمصة دور مين هلأ في الكلي؟ سنو وايت. مايا لي شعري بس كريم. مايا لين شو لابسة؟ سنو وايت. واو تحب سنو وايت؟ هاي هلين جنبك. طيب أكيد الكليب حلو ما شاء الله من أوائل أيام ولقى نجاح كتير كبير على يوتيوب. يعني ما قلناش أسبوع عارضين الكليب وفيه تقريبا عليه ربع مليون مشاهدة، وهذا شيء جميل جدا. أنه الأعمال اللي احنا قدمناها تدل أنه هذا العمل لقى نجاح كبير ولقى إعجاب من الجمهور. شو رأيكم نشوفه كلنا مع بعض؟ يلا نشوف كليب قمر قمر للين الصعيدي.
كليب كتير حلو صراحة ومميز، وكليب جميل ومميز صراحة. بشكر كل اللي كانوا قائمين على الكليب، على رأسهم المخرج الصديق العزيز محمود سعادة، وجه له تحية كبيرة، وأيضا مدير الإنتاج والمصورين، وأيضا الموزع الموسيقار أحمد رامي، وأكيد كل اللي شاركوا معنا الله يعطيهم ألف عافية، جهود مباركة وطيبة الحمد لله. لين تدخلي بعالم الأحلام بالكليب، بتحبي الأحلام الحلوة؟ طبعا. ليش بتحبيها؟ لأنها يعني أحلام بتكون جميلة وحلوة، وبنفس الوقت أنت بتنبسط وأنت بالحلم. طب أنت أول إشي بتروحي لعند البطريق والتلج، بس الدنيا صيف، كيف لقيتي تلج؟ بس أنه يعني هذا حلم. حلم حلو. يعني بالتصوير شو بيسووا، كيف بيعملوا تلج؟ يعني هم في آلات مخصصات مخصصة للتلج. ما مايا بتحبي التلج؟ شو بتحبي كمان؟ بحب المطر. بتحبي المطر؟ كيف صوت المطر؟ هتكون كارثة. طب كيف بيكون خفيف؟ توك 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 توك. خفيف بيكون صح؟ مرات خفيف مرات بيكون قوي. طيب شو أكتر شخصية حبيتيها من الشخصيات اللي مثلتيهم؟ أبابا. طيب هذا بفتح لك إياه. آلين احكي لنا. حبيت الشخصية باجبي. تفضلي. باجبي. أرجع مكانك بسرعة بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة. حبيت باجبي. كانت شخصية جميلة. وحبيت سنو وايت. ويعني هم كل الكاركترز حلوين. طب هو وقت التصوير يعني بتذكر كان هو ممتع بس أخذ وقت طويل. من أي ساعة بلشتوا؟ من 8 الصبح. لأي ساعة طلعتوا بالليل؟ تنتين أربعة. تنتين ثلاثة الصبح. وكمان في كمان كان يوم ثاني تصوير صح؟ يعني كان تصوير مو سهل. لكن بيستاهل، في النتيجة طلعت حلوة فمش مشكلة التعب صح؟ هم 3 أيام تصوير. 3 أيام. اجوا كمان يوم على البيت مزبوط صح. طب في اخر الكليب شربتي من حليب اكسيدا، كان لذيذ. شو رايك في حليب الاكسيدا او في منتج الاكسيدا؟ لذيذ جدا. شو بتنصحي الاطفال يشربوا من الاكسيدا؟ طبعا اكيد. هذا الاكسيدا يعني هو يعني عباره عن غذاء متكامل للاطفال. بابا ارجع محلك عشان السلك. عشان السلك. طيب اعطيها للين زبط لك اياها عشان السلك. يعني هلا بزبط لك اياها. اعطيني بسرعه بسرعه. شاطره. يعني الإكسيدا هو غذاء متكامل للأطفال لحد سن 10 سنوات. صح. وممكن يدخل في نعمل عصير ساخن أو بارد، ممكن يدخل في الكيك أو أي منتجات لذيذة أخرى للأطفال. معنا اتصال نقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. معين. مين معنا؟ معين. كيفك يا معين؟ الحمد لله. من وين تحكينا معين؟ السعودية. من وين من السعودية؟ من القصيم. ما شاء الله. شو رأيك تابعتي آخر الأعمال اللي قدمتها قناة نون؟ شو رأيك فيها؟ حلوة. إيش أحلى إشي عجبك؟ كلهم. كلها؟ كلها حلوين. طب بدي أسألك سؤال حلقة، كم سنفور كان مع لين في أغنيتها قمر قمر قبل شوي طلعوا؟ 3 ولا 5؟ 3. أكيد؟ آه. طيب إن شاء الله يا معين تكون إجابتك صحيحة وتدخلي معنا على السحب. هاي مايا معك، احكي معها، اعطيها المايك يا بابا. احكي بابا على التليفون. مايك مش راكب مش شايف. احكي بابا احكي، قولي الو. احكي قولي الو. قولي الو، بفتح لك المسج. احكي انت يا لين، احكي يا لين. الو؟ الو. مين معنا؟ معين. معين كيفك يا معين؟ الحمد لله. لين. ايوه. كليب قمر قمر مرة حلو. الله يخليك يا رب، انت احلى. طيب يا معين تحبي مايا؟ كلكم. اوكي الله يخليك يا معين، شكرا لك. تحياتنا لك ولكل اهلنا واصدقائنا في القصيم وفي المملكه العربيه السعوديه. مايا شو اكثر شيء بتحبيه في العيد؟ امسكي احكي على المايك هذا احلى. شو بتحبي اكثر شيء في العيد؟ شغال يا بابا شغال يا مايا. يا مايا احكي شوفي كيف طلع صوتك. يلا ما ضيف. هيو طلع. شفتي؟ لا ما لا طلع.
طب مايا شو بتحبي في العيد انتي اكتر اشي؟ هذا في العيد بتحبي بس المصاص؟ اه شوكليت؟ اه معمول الايس كريم؟ اه اكلتي ايس كريم قديش في السفر؟ كل شوي تاخذي ايس كريم صح؟ تحبي ايس كريم على ايش يكون؟ على شوكليت. وايش كمان؟ على فلاوله. فلاوله اكثر. طيب ناخذ اتصال نقول الو السلام عليكم. قطع الاتصال. طب حافظة أغنيتك الجديدة مايا؟ لا مش حافظاها؟ اه يلا غني لنا شوي منها قبل ما تاكل المصاصة قبل. يلا يلا لنكمل سوا. يلا 1 انا وياكي 1 2 3. يلا خلص يلا يلا لنكمل سوا اغاني زمان طير ونضحك في الهوا ونغني كمان الف باب وباي قلم رصاص ومحاي انا بكتب على اللوح انت ترد وراي حرف الميم حرف الباء يا رب تخلل والبابا نور عيوني. طب شو رايك نشوف هاي الاغنية مع بعض؟ يلا خلينا نشوفها. يلا خلينا نشوفها. معنا اتصال قبل نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ علا. علا كيف حالك؟ الحمد لله. من وين بتحكي لنا يا علا؟ من خميس. من خميس مشيط. اهلا وسهلا فيك يا علا. علا تابعتي الاعمال اللي قدمتها قناة نون مؤخرا؟ ايش؟ تابعتي الاعمال اللي قدمتها قناة نون مؤخرا؟ لا. ما شفتي الأعمال الجديدة؟ دلحينة؟ آه أغنية قمر قمر وأغنية ليش ليش يا نوارة وصحباتي تبعت ديما. طيب كم صنفور كان مع أغنية لين قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ إيه؟ كم صنفور كان في أغنية لين قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا لك. تحياتنا لك ولأصدقائنا في خميس وفي كل المملكة العربية السعودية. كلنا مع بعض هلا نشوف كليب مايا أغاني زمان. يلا نشوفه مع بعض. ما شاء الله كليب كتير حلو ولذيذ. مايا انت كنت مس بالصف صح؟ كنت لابسة نظارة؟ شو كنت تقولي للطلاب؟ شو قلتي لهم؟ ما بدي البس نظارة. قلتي لهم ما بدي البس نظارة ولا قلتي لهم الف باء؟ الف باء. بوباية؟
طيب معنا اتصال، نقول الو. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. الو. مين معنا؟ احمد وانا بعد. اهلا يا احمد، من وين بتحكينا يا احمد؟ من فلسطين. من وين؟ من فلسطين. من فلسطين. احمد، شو اكثر اغنية حبيتها من اغاني قناة نون الاخيرة؟ كلهن. طيب ممتاز، معناته اكيد رح تعرف جواب السؤال. كم صنفور كان مع لين بكليب قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة، تدخل معنا على السحب. خلص سيبيها يا لين، سيبيها. اكيد مايا غنيتي معي اغنية كمان اللي هي حبيبة بابا، اكيد صح؟ مين حبيبة بابا؟ طيب كمان هاي الاغنية كانت كتير حلوة، وكان فيها ببغاء، تذكر الببغاء؟ كان كتير حلو. اوكي. هلا شو كان يحكي؟ قرب المايك على هيلين. شو كان يحكي؟ كان يحكي مايا صعيدي. كيف مين حكى هاي مايا صعيدي؟ الببغاء حكاها؟ كيف حكى؟ هيك عم. تفضلي. مايا صعيدي. هيك حكى؟ معقول؟ هو حكى ولا ناس دربوه يقول هيك؟ أكيد حدا حكى مايا صعيدي، بعدين هو شعرت، صح؟ طيب مايا، كيف انت بكليب حبيبة بابا لما مثلتيه معي نطيتي هيك فنجان القهوة، كيف نطيتي؟ هيك نطيتي؟ نطيتي انت عن جد فنجان القهوة ولا عمو هيك ملك في الرسوم متحركة؟ عمو. عمو عمل؟ انت وين نطيتي؟ جوا القهوة. كيف نطيتي جوا القهوة؟ كيف؟ طبعا اكيد بنشكر الفنان المتميز المخرج لعمل حبيبة بابا سامر غزال، وجه له تحية. اكيد مخرج البرنامج ومخرج برضه هذا الكليب الرائع، صراحة اغنية جميلة جدا. في عنا اذان، قرب الاذان ولا كيف يا جماعة؟ ضايل دقيقة للاذان، 50 ثانية بنسأل، معناته كمان سؤال. رح نشوف احنا الكليب تبع حبيبة بابا بس بعد ما يأذن المغرب ان شاء الله، بعدين رح نشوفه. اكيد هي لين مايا نطت بالقهوة، بس يعني ابصر كيف نطت. في عندنا كمان في عصافير وبطاط كانوا يرقصوا معك في كليب تبع اغاني زمان، تتذكريهم؟ كانوا حلوين. دخل لسانك بابا، عيب. ايوه، كيف كانوا يرقصوا معك؟ تقصتي معهم انتي؟ حلو كان؟ اكيد. طيب اذا اعزائي المشاهدين، بس رح ننتقل هلا لنرفع اذان المغرب وبنرجع مع بعض نكمل هاي الحلقه الخاصه من برنامج هوا نون، بس يأذن بعدين نشوفه. اذا الى الاذان. حان الان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمكه المكرمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. لا إله إلا الله، يعني الحمد لله. هذا كمان من الأشياء الجديدة اللي بلشت على قناتنا الحبيبة قناة نون، إنه صرنا نرفع الأذان بشكل يومي للخمس صلوات بمواعيدها بحسب توقيت مكة المكرمة، وهذا إنجاز جدا جميل. إن شاء الله يا ربي أجرنا فيه، وأكيد يذكر الأطفالنا اللي عمانهم بيحضروا القناة بأوقات الصلوات حتى يتعودوا عليها ويصلوا إن شاء الله الفروض بأوقاتها. نرجع لكم أعزائي المشاهدين بهاي الحلقة المميزة والخاصة من برنامج هوا نون، ومعنا اتصال. نقول ألو، السلام عليكم. ألو، يبدو انقطع الاتصال، مش مشكلة. إذا في اتصال آخر، نقول ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ مي. أهلا يا مي، كيف حالك؟ الحمد لله. في من وين بتحكينا يا مي؟ من السعودية. أهلا وسهلا في كل الأهل والأحباب في المملكة العربية السعودية. من وين من السعودية يا مي بتحكينا؟ من القصيم. من وين؟ القصيم. من القصيم، أهلا وسهلا بأهل القصيم. تابعتوا آخر الأعمال على قناة نون؟ أيوة. شو أكثر عمل عجبكم؟ انشودة صحباتي. ما شاء الله، جميل جدا. طيب صديقتنا، بدنا نسألك سؤال. الحلقة كم سنفور كان مع كليب لين قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. ثلاثة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتدخلي معنا على السحب لتربح 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا قروش. شكرا لإلك وشكرا لاتصالك. وهلا أعزائي المشاهدين راح نشوف مع بعض. أول شيء بنشكر لين ومايا على حضورهم معنا في هاي الحلقة الخاصة والمميزة، وإن شاء الله دائما نشوفكم على خير وفي أعمال جديدة قادمة متميزة دائما. أعزائي المشاهدين راح نشوف هلا في الفاصل كليب حبيبة بابا، ونرجع مع ضيوفنا محمد بشار وديما بشار بعد هاي الأغنية. مايا، مين حبيبة بابا؟ ساعدنا بكل الأعمال، ترتيب ونظام.
حركات شقية أنا مهضومة وزكية أنا من حركات شقية أنا مهضومة وزكية أنا بغني للغنية مايا 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 بغني للغنية مايا 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 من حبيبة بابا مايا من أمورة بابا مايا من حبيبة بابا مايا من أمورة بابا مايا والشطورة مين من ست الحلوين والشطورة مين من ست الحلوين دقت قلبي مين مايا 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 دقت قلبي مين مايا 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 ما سعيدي. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هاي الأغنية الجميلة اللي أبدع فيها مخرجنا الحبيب سامر غزال، تحياتنا له. ومعنا في الاستوديو الرائعين والمتميزين دائما ديما بشار ومحمد بشار، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. بخير صحة وسلامة. في المايك احكي عشان الناس تسمعك. بخير صحة وسلامة. أيوه، شو بتحب تحكي لنا محمد بمناسبة العيد؟ كل عام وانتم بألف خير يا رب، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يا رب كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. ديما شو بتحب تحكي لنا بمناسبة العيد؟ بحكيهم يعني كل عام وانتم بخير بالنسبة للعيد، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالعيد، ويعني وهيك يعني بالنسبة للرجع المدارس والأشياء اللي يعني الله يعينهم يعني إن شاء الله يعني. طيب معنا اتصال على طول يعني من أول ما قعدتوا نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. قطع الاتصال مش مشكلة. محمد مبروك لك كليب جديد. الله يبارك فيك يا سيدي. يعني أكيد قبل ما نحكي بدنا يعني سمعنا لقطة من الأغنية يا ريت بتنعاد. يا ريت لو ترجع أيام الطفولة أخطاء البريئة بالفرح مشبولة، يا ريت لو ترجع أيام الطفولة أخطاء البريئة بالفرح مشبولة، وصفحة عن أيام وصفحة عن أحلامي وصفحة عن أيامي وصفحة عن أحلامي. دفتر تضحك خلاص. لا ضحكت لأنه يعني نسيت كلمة بس مش مشكلة. طب أبو حميد معنا اتصال، يلا نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ نورة أحمد. كيفك يا نورة؟ من وين بتحكينا؟ السعودية. من السعودية. نورة شو رأيك بأعمال قناة نون الأخيرة؟ نعم؟ شو رأيك بأعمال قناة نون الأخيرة؟ حلو. إيش أكتر كليب عجبك؟ نعم؟ إيش أكتر كليب عجبك؟ كلها عجبتني. طيب ممتاز، معناته بدي أسألك سؤال حلقة مباشرة، كم صنفور كان معلين في أغنية قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، تدخل معنا على السحب. محمد بتقول يا ريت تنعاد، شو الأيام اللي تتمنى يا محمد بشار إنها تنعاد فعلا؟ والله شوف يعني هي الأغنية كانت تحكي عن الذكريات القديمة صح، وتمنيت أن تعود الأيام أيام الطفولة فعلا. أيام الطفولة نعم. هل انت فعلا كنت شقي وتلعب بسكليتات؟ والله طبعا اي طفل هو صغير الا ما يكون يلعب مع اصحابه. حلوه كانت ايام طفولتك؟ طبعا طبعا. عشت طفوله جميله؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب احكي لنا شوي عن اجواء التصوير، كيف كانت؟ والله كانت حلوه. هذا مش جواب، انا احكي لي يعني انبسطنا، صحينا بدري، رحنا على المزرعه، تعبنا. ايوه بعد احكي. طيب احكي. لا كانت حلوه ممتعه طويلة شوي، أخذ معنا أكثر من يوم تصوير. كم يوم هذا التصوير؟ ثلاث أربعة أيام والله. طب ليش هيك يعني؟ ما بعرف، هذا مخرج هسه المخرج. سمعت ضليتك عند المخرج آخر يوم في البيت قبل ما أطلع آخر الكليب. يوم أنا والمخرج مع بعض مع أستاذ سامر يعني خلص أنا وياه قعدنا جيب شاي ودي قهوة جيب. طيب كويس، في حدا كان ثاني معك في التصوير؟ عفوا؟ في ناس كان معك أصحابك فعلا في التصوير؟ لا كنت لحالي في الفيديو كليب. ما احكي لنا يعني مين كان معك؟ ما اسمائهم يعني كانوا لا هم كانوا اصدقاء. كنت انت موجود؟
أنا كنت موجود. مين كمان؟ كان في نعمان موجود. نعمان وجه له تحية. نعمان وجه له تحية. كان في أخوي بعض لقطات، ركان عميرة، كان في يزن ملخ، الفنان بلال كبيسي كمان. الفنان بلال كبيسي أهلا وسهلا فيه. وكان أكيد نوجه لهم جميعا تحية، الله يعطيهم ألف عافية. بالأغنية بنرجع لأيام زمان بالأبيض والأسود، وبيكون في ميكس بينها وبين الحاضر بطريقة أكيد فنية حلوة واحترافية. كيف شفت الطريقة اللي نعمل فيها الكليب؟ نازل الأخير يمين وشمال محمد. طب اوكي راح اعيد لك اياه بعد ما اخذ هذا الاتصال. قول الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. اهلا. ايوه. مين معنا؟ ايوه دانا. ايوه دانا. دانا دالا شلونك؟ طيبه. طيبه دالا من وين تكلمينا؟ من الطايف. من الطايف، اهلا وسهلا باهل الطايف. دالا، كم سنفور كان معلين؟ ثلاثة ولا خمسة في الكليب قمر قمر؟ ثمان. ثلاث. ثلاث؟ إيه. أكيد. إيه. إن شاء الله تدخل على السحب يا صديقتنا وتفوزي بـ 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. السؤال بديش إياه، هذاك السؤال مش عاجبني. بديش أحكي. بالله عليك غير تعيده. شو رأيك في التقنية والاحترافية في موضوع النقل بين الزمان القديم والحاضر بين الأبيض والأسود؟ حبيت حبيت حلو السؤال. لا كثير حلو. كان يعني هي هي اللي عملت على فكرة الشغل أكتر شيء. كان في الكليب أنه أنت عم ترجع، فكان فلاش باك. هذا فلاش باك بالوايت اند بلاك. كان صراحة أبدع سامر في طريقة الرجعة، طريقة الرجعة فيها، أنه من عين على كرة، من كرة على رمية. كان فيها فكرة. هاي اللي حبيتها كثير. أنا حاب أستضيف يوم سامر معنا هون أساس يحكي لنا أكثر عن التقنيات هاي في التصوير. صح. معنا اتصال آخر، نقول ألو. السلام عليكم. ألو. يا ريت اللي معنا على الاتصال يسمعنا من الهاتف ويوطي صوت التلفزيون. السلام عليكم. ألو. ألو. مين معنا؟ ألو. اسمعونا من الهاتف ووطي صوت التلفزيون رجاءً. الو تيست. وعليكم السلام. مين معنا؟ ايناس. ايناس من السعوديه. اهلا يا ايناس. ايناس، كم سنفور كان معلين في كليب قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ايلاف. ايلاف، اوكي. كم سنفور؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. اكيد اكيد. شكرا لك يا ايلاف، تحياتنا لك ولكل الاهل والاحباب في المملكة العربية السعودية. كبو، انت كنت راكب على موتور او بقي او مش عارف شو اسمه، كيف لقيت الموضوع هذا؟ هو سهل، انا لانه يعني ما عندي رخصه لبايك. هل انت طلبت انه يجيبوا لك بايك ثلاث عجلات؟ انا حابه، لانه حابه ولا يعني حابه وعشان اعرف اسوقه. أيوة. لانه انا البايك اثنين جزء اني ما عندي خبره كثير فيه. العجلين سوري قصدي عشان يفهموها اكثر، العجلتين ما يعني بس مش متمرس عليه. اثناء القياده الثلاث كان. طب شو رايك نشوف يعني مشاهد من الكليب؟ يلا مشاهد. نشوف الكليب. أوكي. يلا مع بعض خلينا نشوف كليب محمد بشار يا ريت بتنعاد.
حنيني. الله الله الله. ديما شو رأيك بكليب محمد؟ والله كتير كتير حلو يعني ومؤثر. مؤثر. طيب بتحسي إنه الأغاني اللي فيها شجن أو حزن أو مشاعر بتلبق لصوته؟ آه كتير، عشان يعني بعرف سوي عرب. فيه حنية كمان. صوته. بس هل هو حنون فعلاً على أرض الواقع؟ بغض النظر عن صوته. لا لا أكيد حنون حنون. أكيد حنون محمد دائماً ما شاء الله عليه. نأخذ اتصال نقول ألو السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. نعود إلى الأسئلة. محمد غنى للأيام القديمة والصحبة واللي كانت أكيد من زمان، وأنت غنيتي للصحبة وللرفقة الحلوة اللي بنعيش اللي بتعيش أكيد أي بنت بعمرك. كيف ممكن الصحبة هالقد تكون مهمة بحياة الإنسان؟ مش أنت عفوا ديما. أنا لا ديما. يعني طبعاً الصحبة يعني بتأدي كتير دور. بس خلوا البنت تجاوب بعدين نأخذ اتصال. خلاص خذ اتصال. لا 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 تأخذ اتصال عشان أفكر. طيب ماشي. ها نأخذ اتصال نقول ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن كيفك؟ الحمد لله. من وين تحكينا عبود؟ من السعودية. من وين من السعودية حبيبي؟ ها؟ من وين من السعودية؟ لا اسمعني من التليفون، انسى التلفزيون يا حبيبي. الله يرضى عليك. من جيزان. من جيزان. عبود كم سنفور كان معلين، ثلاثة ولا خمسة في كليب قمر قمر؟ من جيزان. جيزان عارف عارف من جيزان، بس اسمعني من التليفون يا حبيبي يا عبود. كم سنفور كان معلين في كليب قمر قمر، ثلاثة أم خمسة؟ كم؟ ثلاثة. ما حكيت. خمسة. هو أنت أصدق ثلاث صح؟ ثلاثة ولا خمسة آخر مرة؟ ثلاثة. ثلاثة إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. عبود تفوت معنا على السحب لتربح 200 ريال سعودي مقدم من حليب. صحيح جيزان الكل مشتل. جيزان الفول مشتل الكل. صحيح كان أيام جميلة جدا. كانوا يحطوا شو اسمه الزهور. بس تحكي في المايك أفضل. كانوا يحطوا الفول يبسونا بقات من الفول. كثير حلو كان. صحيح. وطوائي وكذا عندهم. شو كانوا يسموه هذه الأيام؟ جزان الفل مشت الكل. جزان الفل مشت الكل. كانوا عندهم اللي يورزونا على عندهم بيوت من الطين تذكرها؟ مش الطين، كانت زي القصب. قصب وعليها الطين. اه. وكانوا عندهم طوائي لبسونا. صح صح. جميل كان. ديما نرجع للسؤال. احنا قلنا هل قد الصحبة مهمة في حياة الإنسان؟ جدا مهمة. يعني زي مرات الصحبة بتكون يعني خلال أعمار معينة، بتكون يعني من نفس الأعمار من نفس الجيل. فبكون يعني اثنين بيفهموا بعض وبحكوا مع بعض اسرارهم ويعني بقدروا يعني ممكن يساعدوا بعض. بالعكس يكون الصديق وقت الضيق كمان. صحيح. في بعض الازمات ممكن الصديق يساعد صديقه. صح. طيب شفناكي عم تطبخي بالكليب، شو موضوع الطبخ؟ فعلا تعلمت الطبخ ولا لسه؟ والله انا يعني عرفت انه اول مره كنت معرفة بعمل سباجيتي. يعني عملتي عن جد؟ عملت عن جد. والله زاكي؟ زاكي والله طلعت شو بطالة. بس حسيت صاحباتك انه يعني عجبهم ولا ما عجبهم يعني ولا شو؟ بس هي كان نقص ملح بس. صالح ما عجبكم مش ملح؟ وينك يا صالح؟ شوفوا لنا صالح يجيب ملح ثاني مره يا جماعه. طيب بتقولي بالكليب عن الصديقه بعد ما ناخذ هذا الاتصال السريع نقول الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ أهلا وسهلا. من وين عم تحكينا؟ من السعودية. من وين من السعودية؟ من الشمال. أهلا وسهلا. من اللي نسأل سؤال حلقة سريعا لأنه في ضغط في الاتصالات وفي الأسئلة. كم سنفور كان مع لين في كليب قمر قمر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. أكيد. حضرتي الكليب؟ اسمي سمية حمزة. كيف؟ سمية حمزة. سمية حمزة. سمية سمية يمكن في خطأ في الكتابة يعني. طيب سمية متأكدة انه ثلاثة مش خمس سنافر كانوا معلين؟ متأكدة سمية؟ متأكدة؟ خلاص خليك على جوابك سمية، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة وتفوتي معنا على السحب. بالكليب بتقولي عن الصديقة انه بفرح لنجاحها وبشوف حالي فيها. بتحسي انه هاي الصداقة الحلوة موجودة هاي الايام فعلا، انه الصديق بشوف نفسه في صديقه، ولا هاي الصداقة حاليا مش كتير متواجدة؟ لا هو حسب يعني حسب كيف الناس ماخذين الصحبة كيف بأي طريقة. يعني مش ما بحكي إنه راحت وما بحكي إنها موجودة بكل صحبة، حسب كيف الواحد شايف إنه كيف صحبته بحد التاني.
يعني في ناس جد بيكونوا صحبتهم انه جد حقيقية، ويعني جد بشوف حالي صاحبتي ويعني تشوفي نفسك فيها فعلا. فيعني وفي يمكن صديقات اخريات لا يعني علاقة بسيطة جدا. طبعا جميل. معنا ايضا اتصال ونقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ ريهاف من الدمام. من الدمام. محمد بشار بده يحكي معكم. مرحبا يا ريهاف. مرحب. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. كيف كان العيد معك؟ جميل. ايوه يلا الحمد لله. واخذتي عيديات واكلتي عجوه وكذا وشبتي قهوه؟ ايوه. يلا صحتين. كم عدد السنافر اللي كانوا في كليبلين؟ ثلاثه. يا سلام عليك، ان شاء الله انه بتكوني انت الفائز ان شاء الله. طيب نشكر اتصالك وساعدنا جدا بسمع صوتك. شكرا لك، شكرا لاتصالك صديقتنا. ونرجع لديما ولكليبها. شو رايكم نشوف الكليب كلها مع بعض؟ شوف شوف كليب ديما الله على الصحبه فورا. الله الله كليب رائع وجميل. اكيد يا دمدومة انت ما شاء الله عليك دائما مبدعه ومتالقه. تسلم. شو رايك محمد في كليب ديما؟ حلو والله ما شاء الله. جميل جميل جدا. جميل عجبك؟ جميل. البدايه عجبتك تاعت الاغنيه؟ ما عجبتك ولا عجبتك هاي؟ طيب تمام. اذا احنا في يعني هاي الفقره نشكر حضوركم معنا. تسلم الله يخليك. اكيد مكملين معكم مع كل النجوم بعد هذا الفاصل. ما في اليوم شو اسمه شغالة دوية لا والله ما في ما في يعني هلا بدك تستحملنا شوي. اكيد يعني زي ما حكيت بنشكركم، بس هلا رح نضل كلنا مع بعض. هلا رح يجي بلال ونواره وديم ولينو. في اتصال بدهم يفوتوا لي اياه. نقول الو السلام عليكم. الو الو الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ ساره الشهراني. مين ساره؟ ساره الشهراني.
سارة كيف حالك؟ الحمد لله. سارة كم عدد السنافر موجودين في أغنية لين قمر قمر؟ هل ثلاثة أم خمسة؟ ثلاثة. أكيد؟ إيه. حضرتي أنت الكليب؟ إيه؟ حضرتي الأغنية قمر قمر حضرتيها؟ لا. طب كيف عرفتي إنه ثلاثة؟ أنا ما كنت شفت الكليب. معناته احضريك احضروا كمان مرة عشان تتأكد هل هم ثلاثة أو خمسة عساس نفوت اسمك على السحب بالجائزة الميتين ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. شكرا لك، شكرا لاتصالك، أشكركم أصدقائي على وجودكم معنا، ابقوا معنا أكيد. بعد الفاصل رح نكون مع جميع النجوم، استنونا أعزائي المشاهدين، سوا حنكون بأحلى هوا هوا نون. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. أصبح بإمكانك الاستماع وتحميل أحدث أغاني نجوم قناة نون. أحلى أوقات العمر سوا بنقضيها، رفيقتي مثل الزهر سنيني تحليها. أحلى مين حبيبة بابا مايا، من أمورة بابا مايا. نبات القديم اشتقت لأوراقي، كلماتي وحروفي على الأرقام التالية. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. ورجعنا لكم أعزائي وأصدقائي متابعين قناة نون، ومعنا كل النجوم في الاستوديو. أكيد سعدت بلقائكم أعزائي وأصدقائي وأحبابي الفنانين في هذه الحلقة المميزة والخاصة اللي حكينا فيها عن كل أعمالنا اللي أنتجناها مؤخراً، وإن شاء الله بنوعد جمهورنا الحبيب بأعمال جديدة أخرى قريباً جداً إن شاء الله، راح تكون أعمال مميزة وجميلة وفيها شيء مختلف أتوقع المرة القادمة إن شاء الله. شو رأيك محمد؟ طبعاً إن شاء الله يا رب أنه يعني
مزيد من التقدم والنجاح والأعمال اللي إن شاء الله ترضي الجمهور وتنال إعجابهم إن شاء الله. إن شاء الله. أعطي المايك والله لبلال يا لي عشان بيحكي لنا آخر كلمة كمان عن بلال. طبعا الأعمال كلها كانت جميلة يعني الله يعطيكم العافية إن شاء الله ونتمنى إنه نقدم الأعمال الأجمل إن شاء الله ويا هالبنات الحلوات بإذن الله تعالى. إن شاء الله نلقاكم دائما على الخير. أكيد ما تنسوا ترسلونا إجابة سؤال الحلقة اللي هو كم سنفور في أغنية مآلين قمر قمر، هل هم 3 ولا 5؟ تقدروا ترسلونا رسائل قصيرة تحتوي على الإجابة والاسم والبلد، يعني بترسلوا مثلا 3 أو 5 سنافر الاسم كامل والبلد حتى يفوت اسمكم على السحب لتربحوا معنا جائزة اللي هي عبارة عن 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونجرو. حتى نلقاكم في ذاك الموعد، انتظرونا واستنونا دائما بالجديد والمفيد. إلى اللقاء. بيجمعنا وفيكم نحنا منكبر، لو بتكونوا معنا الوقت بيحلى أكتر. الصوت بيجمعنا وفيكم نحنا منكبر، لو بتكونوا معنا الوقت بيحلى أكتر. استنونا سوا حنكون، يلا حكونا هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو.